دلوقتي سرقنا احنا معانا على التليفون شروات جابر يلا اخت سلوى. كلمتوها بص دي بقى بقى مفاجأة بجد يتفرج. يعني دي يا بجد شروات بتقول ان هي اقوى منك في السلاح وفي مره لعبت معاكي غير لما كسبتك، الكلام ده حقيقي ولا مش مظبوط؟ ما سمعتش بصراحه. منورانا يا شروات، اهلا بيكي. نور حضرتك. الحمد لله، ربنا يخليك، اتفضلي. شروات طبعا كانت سلوى بتقول لنا انك دخلتي الاولمبيكس، واعتقد دي حاجه جميله جدا. انا عايزه اعرف منك بقى الطموح في الفتره اللي جايه، وعندنا اولمبياد كمان 2024، فمصر ان شاء الله ممكن ان هي تشارك فعلا ولا لا؟ خلينا نطمن منك برضو. هي اولا هي فعلا الاولمبيكس كانت اكتر حاجه تحفه ممكن اي رياضي يروحها عامه، يعني غير اي بطوله، هو اجواء غير اي بطوله. بتشوف كل الرياضيين برضو اللي هم عملوا وحققوا حاجات، فانت تبقى فخور بنفسك ان انت وصلت تبقى جنبهم ومعاهم. بصي، هي بجد الاولمبيكس حاجه تانية خالص عن اي بطوله احنا رحناها قبل كده. طبعا ده بيبقى حلم زي ما انت قلتي كل لاعب رياضي. اي هوب بس في مصر ان شاء الله باريس 2024 من مصر يطلع لنا يعني كذا بطل كمان تحققوا، لان اوريدي على الارض دلوقتي. حتى كان لسه معانا خبر في الحلقه اللي هو شباب تحت 20 سنه رجال وسيدات كانوا يعني، او يعني فتيات وشباب كانوا عاملين شغل محترم جدا وفازوا بالذهبيه الافريقيه. بالظبط. ما هو احنا اخونا على فكره كان معاهم عشان يعني أوكي. لا ده العيله كلها خلي الولد اتاخر علينا لغايه دلوقتي ما جاش، طالما العيله كلها جت لسه ما جاش فعلا، لسه مسافر، لسه كل ده بره في غانا. طب قولي لي يا شروات، يعني بسايد الرياضه انت برضو بتحبي زي سلوى الغنى او عندك ميول فنيه ولا لا مكتفيه بس بالرياضه؟ زمان كل حاجه كنا صرنا نعملها مع بعض، يعني حتى الغنى كنا بنغني، بس انا ما خدتهاش. بعد كده بقى تقولي ايه؟ قعدت تقولي بعد كده يا جماعه لا لازم تركزي في حاجه واحده هتفشلي. هي عارفين البني ادم اللي يطلع يقول لك انت هتفشل في حياتك بالمنظر يا فاشل يا فاشل. هي شروات طول الوقت كده. طب انتوا عايزين نسمع منك يا شروات يعني رؤيتك انت بقى لتواجدكم لما بتكونوا موجودين مع بعض في معسكر الماتش النهائي اللي لعبتوه قصاد بعض، من زاويتك انت الموضوع ده كان عامل ازاي؟ والله هو بيبقى غريب قوي، انت عايز تكسب بس مش عايز تكسب، يعني انت عايز اختك تكسب بس في نفس الوقت عايز نفسك تكسب، فانت بتبقى فرحان وزعلان، يعني ايا كان النتيجه فانت فرحان لحد وزعلان. انت فرحان وزعلان فعلا. بس رد الفعل في البيت بقى يعني مامتكم مثلا؟ لا مبسوطه. بتحاول تواسي ولا لا؟ لا تغلس بقى كسبتك. ها عملت معاكي ظبطتك كده بقى، ده هو الشغل ده، يقعدوا يغيظوا بقى في الخسران. حلو جدا. على كل حال اشكرك يا شروات وجود لك ان شاء الله بقى، عايزين نشوفك انت تحديدا في الاولمبيكس ان شاء الله. وسلوى برضو ناويه ولا ان شاء الله؟ يعني بحاول بس.